مخابرات، كيفكم؟ معكم ميس عبد الجليل. انا صيدلانيه وقررت اعمل فقره اسمها خلاصه الخلاصه، يعني راح جاوبكم على كل الاسئله اللي كتير بتسالوني اياها على كل مواقع التواصل الاجتماعي. ميس، استخدمت انواع مرطبات كتير بس ما في ولا نوع فادني. خليني اقول لك السبب. في نوعين من الترطيب، في الهايدريشن والموشترايزنج. الهايدريشن تزيد من مخزون المية بالبشرة، ونقارنه بالموشترايزنج. موشترايزنج ما بيزيد من معدل الترطيب بالبشرة، لا، هو بيحافظ على الرطوبة اللي موجودة جوا البشرة، يعني بيحافظ على معدل نسبة الترطيب اللي أصلا موجودة ببشرتك. فإذا أنت أصلا حبيبتي ما عندك مخزون مية، فهو على شو بده يحافظ؟ إذا أنتوا بشرتكم dehydrated، يعني ما فيها أصلاً نسبة مي، حاولوا أن أنتوا تزيدوا من مخزون المي باستخدام منتجات بتحتوي على إما الجليسرين إما الهالورونيك أسيد أو الألوفيرا. أما إذا أنتوا بشرتكم منيحة أو بتشربوا كمية مي منيحة وبس بدكم تحافظوا على نسبة الترطيب بالبشرة لأطول فترة ممكنة وتحسنوا البارير أو السكين بارير تبعكم، بتستخدموا مكونات مختلفة، بتستخدموا سكويلين، بتستخدموا جوجوبا أويل، بتستخدموا شيا بوتر. هلا عرفتوا شو الفرق بين الهايدريشن والموشترايزنج وليش بشرتك ما عم تستفيد من المرطبات اللي بتستخدميها؟